رجعت إلى الصف يا لالي وانبه وتشحشح على البالي راعي راعي الأقصاي الجر الونة 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 من الأرض من صعب فنة دال من تراث أول نديم الماضي دايم بفن عادل وقاضي من كلام أول سيول بياضي محل قديم برسمة برياضي دول الحاسين وذا وانت اللي من عمر عاكي معيد الزمن واللي بقى من عمري أريد أهديه لمحبوبتي الله أيوة الله إذا له وين سبزي يبيل هلندمة إذا عاشقت إنسان هوين يندم على تصرفاته اسمع أنت وتبدا حيبكم باللغه الجباليه معناتها حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من نديم الماضي هالمره على هالمناظر الطبيعيه وعلى هذه الهيئه التقليديه لاهالي الريف والجبل بمحافظه ظفار وبالتحديد في ولايه طاقه نقول لكم حياكم الله في نديم الماضي وبعد الفاصل واللغز وراجع لكم مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وفي لغز جديد لغزنا الليلة يقول نديم الماضي يسألك يا المشاهد عن سيد هو حاكم علينا إن كان هو ميت منا ما يبقى واحد وإن كان هو حي حين كلنا حيينا هذا هو اللغز اللي وده يعرف الإجابة يتابعنا للآخر نديم الماضي بدا ويقول يوداني زاد الطيب هالليلة على السما يعرى بتراث العماني زاد الطيب هالليلة مساكم الله بالخير جماعة يا أهلا وسهلا كيف حالكم طيبين يا مرحبا كيف صحتكم الحمد لله طيبين يلا طياب شي علوم مش علوم شي خبر أبد يا حيكم مرحبا أبدا بلغة الصلاة يقولوا خبور خبور نعم نقول خبور يعني علوم علوم ايوه اللي هي وتردوا تقولوا خبور خير خبور خير يعني اخبار الخير اخبار الخير يعني. حياكم الله الله يحييكم على هالجلسة الطيبة على هالمناظر الطبيعية طبعا اللي في الخلفية يظهر معنا هو وادي هذا نحن وادي درباني على مرتفعات جبل غدير
جبل غدي. نعم، نشرف على وادي دربات من الجهة الشمالية، وأعتقد أنه الصورة واضحة للوادي والمياه النبع كبحيرة يعني. وهذا وادي يعني يقصده أنه المرتفع، أقصد هذا كمنتزه. صحيح، كمنتزه. صحيح، ومرتفع جميل جدا يشرف على الوادي دربات. منظر كثير طيب يعني. ومشارف، كل مشارف وادي دربات يشرف عليها المرتفع هذا. نعم، جايينكم والقصد أنه ناخذ من عندكم فنانة شاعر محمد. يا حبيبي. فبغينا نعرف النانا أولا. أنا خليني أدخل عليك من باب التسمية. النانا، تعتقد ليش سموها كلمة الفن هذا بالنانا يعني؟ فن النانا فن قديم العهد، توارثته الأجيال في هذه المنطقة. وفي عدة مسميات أو تعريفات لهذا الفن، لهذا الفن بكلمة نانا. نعم، كلمة نانا في المعاجم اللغوية لها معاني كثيرة، ونحن لسنا بصدد الخوض فيها، وإنما سنكتفي بما فهمناه من معاني موروثة لهذا اللون التراثي الجميل. المعنى الأول الدال على كلمة نانا، قالوا قديم نانا هي دخلة لحنية للوصلة الغنائية، مثلها مثل الدندنة والتأفؤف، حد يقول يا داندان، أو حد يقول أوف أوف، وحد يقول يا يعني هي لزمة، هي لزمة لحنية. لحنية، لزمة لحنية. وفي من قال غير هذا، وقالوا أيضا النانا تعني إذا نأى الفكر بصاحبه بعيدا، بمعنى تنانات أفكاره ابتعدت وابتعدت، وهذا معنى آخر يعني من البعد ومن أيوة. وقالوا أيضا في معنى ثالث يدل على استنهاض العزيمة للقيام بأمر ما يتحتم القيام به. لذلك يتلفظون ويقولون كلمة نانا، وهي في الأصل كلمة أنا بمعنى أنا. أيوة، وتم تكرارها أكثر من مرة، وتطورت وعولجت كلمة نانا لتصبح كلمة أنا، لتصبح في وقتنا الحالي بصوت لحني صالح لترديد الألحان الغنائية. وقالوا النانا لها معنى رابع، وهو الأنين الجسدي الذي لا يقل تأثرا بما يدور من حوله من صنوف شتى عن الأنين الجسدي. يعتبر فن النانا يعني الونة أو الونة. أيوة، يعتبر فن النانا أقدم الفنون الغنائية في الجزيرة العربية، وتأصل أخيرا وتطور في ظفار، وتلاشى في بقية المناطق. هذا يعني أنه الفن ممارس في الجزيرة العربية غير محافظة ظفار؟ قالوا قديما هكذا. وين ممكن يكون ممارس؟ يعني مثلا في اليمن، في اليمن، في الحجاز قديما، هذا قبل الإسلام. وحاليا ما في دلائل أنه موجود مثلا؟ ما في دلائل، انقرض من هذه المناطق كلها وبقى في هذه المنطقة هنا، وأهالي المنطقة حافظوا على هذا اللون الغنائي محافظة جيدة، وطوروها، طوروا هذا الأسلوب الغنائي، وصار يعني مبعث هواجس وحديث السمار والعشاق ذو شجن وذو طرب. نعم، يقول الشاعر الصبر تم حده العادة على علامة، الصبر مثل ما بيقولون جاوز حدوده. الصبر جاوز حدوده، جاوز حدوده، وما بقى الا الا شيء ما يذكر يعني. هذا الصدر. اي نعم. وايش وانتلي من عمر حكي معيد الزمن، واللي بقى من عمري اريد اهديه لمحبوبتي. الله. ايوه الله. الصبر جاوز حدوده وانتهى وما بقى شيء منه. واللي بقى من العمر انا بعطيه لمحبوبتي، لمحبوبتي هبه من عندي. الله الله. هكذا هذه مره ردت عليه اذا له وين سويزي يا ويل هلندامه، اذا عاشقت انسان هوين يندم على تصرفاته. صح. ايوه، المره ردت على الشاعر سالم يعني، قالت الهوين دائما عندما
تعاشره تندم على صداقتك وعلى عشرتك معه وعلى عشرتك معه وهكذا. واخرتها ايش؟ ايوه يعني بالعجز مال القصيده تقول يعني يورطك في كثير من الامور الحياتيه ولا يعتبر لك ما يعطي لك اعتبار ولا قيمه يعني ما في ثقه ما في ثقه وهكذا. وكانه الشاعر محبوبته يعني يصفها بهذه الطريقه. هي ردت والرد كان شافي منها فاقتنع بالرد هو سالم اقتنع من المراه وما كمل. والمراه اللي ردت عليه ما كانت محبوبته انما شاعره وردت عليه استهواها الكلام وردت عليه شعريا في فن المعنى وهكذا المعنى. تفضلوا نسمعها. لا 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 بس لاني لاحظت كانه في قافيه موجوده محمد شاعر محمد يعني كانه مثل الشعر الفصيح او الشعر الشعبي العادي كانه يختم بقافيه معينه. هالكلام صح ولا صحيح؟ صحيح. فن النانه يعني لو تذكر الابيات اللي قلتهم من شوي مره ثانيه بنحس انه كانه في قافيه بالخاتمه. طبعا اي فن من الفنون واي لون شعري خاصه اللي نحن نعرفه بالعربي عندنا او بغير العربي اللي نحن نتكلم باللغه الجباليه اي لون سواء كان الدبريرك ولا سمعين ولا مشعير ولا نانا كله هذا الكلام كله تحكمه القافيه وتحكمه البحر الوزن. أيوة. لو جينا هنا لمحافظه الظفار النانا وين يرتكز؟ وين يتركز؟ وين توزيعه اذا ما جينا جغرافيا يعني وين يتوزع في المنطقه؟ عاده في ظفار المناطق الشرقيه من ظفار مثل مدينه مرباط سدح وحدبين واريافها وجبالها عاده هم الناس المبدعين في فن النانا والناس المهتمين بهذا اللون من قديم الزمن والى الحين. فهذه المناطق اللي ذكرناها هي مبدعه للالحان مثل ما احنا شلينا هذا الشله ما هو لحن واحد ثابت، هناك ألحان مختلفة لكن الوزن الشعري هو واحد يعني ما يختلف. فهذه المناطق مثل مرباط وجبلها والسدح وجبلها
وحدبين وإلى آخره هم الأكثر اهتمام، ناس أكثر اهتمام بهذا اللون، هم اللي بدعوا الألحان وهم اللي أكثر شيء يبتدعون ألحان النانا. هل في ألحان جديدة موجودة يعني؟ في ألحان جديدة نعم، يعني غير القديم هذا مثل الشلة هذا اللي نحن شلينا بها الحين. هذه من أعتقد من سنتين اللحن هذا أو من سنة وأكثر شوية، فتتجدد الألحان، تتجدد الألحان، يجي لحن خفيف شوية أو يجي لحن شجي هكذا، يستحسنونه الناس ويبدعون على هذا اللحن. وأننا إذا كان لحنها شجي هذا يطرب السامع لسماعه، وإن كان السامع على غير علم باللغة الجبلية، فألحان النانا ألحان شجية وألحان خالية من صخب الآلات الموسيقية. يعني هو فن بدون آلة أصلاً. بدون آلة، بدون آلة. على الطبيعة والآلة. أيوة. فهنا يعتمد على الأداء، على أداء الصوت. شفت كيف؟ فإذا كان الصوت جميل الشاعر يحس بنشوة وجدانية فيبدع فيأتي بكلام مستحسن وكلام جميل. أهم في الفنانة هو اللحن، هو 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 الجملة اللحنية، هو اللحن، هو الأداء والصوت والحنجرة يعني. أي نعم. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين لحل اللغز اليوم، واللي كان يقول نديم الماضي يسألك يا المشاهد عن سيد وهو حاكم علينا، إن كان هو ميت منا ما يبقى واحد، وإن كان هو حي حن كلنا حيينا. هذا هو اللغز
أما الحل فهو الماء. نديم قال وغنى نديم قال وغنى رحمن وكاسر نديم قال وغنى مسك وزباد وحنا قالوا زباد وحنا والورث حاضر على زباد وحنا الله يقوف يا تختار هكذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم واللي كانت بالتحديد من ولاية طاقة بمحافظة الظفار وإطلالة على فن النانا. تمسوا بالخير كل عام وانتم بخير. شوف انت لا تبعد خليك كويس الخير الأماكن من سدرة اللحن فضة وذهب والماء فنن فنن على فن قاصد ومتعنك واللي نشد بحساس يا داني يا دانا خلن وخلنا بلا عدد وياه قبل رحماني والكاسر المروان